وبهذه المناسبة أمرت بترميم جميع المساجد العتيقة في الجزائر، وفي مقدمتها الجامع الأخضر في قسنطينة الذي كان الشيخ عبد الحميد بن باديس يلقي فيه الدروس في التفسير والحديث، وعلى رأسها شرح موطأ الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، وذلك حرصا من الدولة على بقاء هذا الصرح مصدر إشعاع ديني وثقافي، وشاهدا على مكانة هذا الرجل في تاريخ نهضة الأمة وما أكثر الرجال من الأولين والمتأخرين الذين أنجبتهم هذه الأرض الطاهرة وتركوا على امتداد التاريخ بتضحياتهم وأعمالهم وتفانيهم من البصمات أمثال الشيخ العلامة سيدي محمد بالكبير طيب الله ثراه المتخصص في المذهب المالكي والشيخ عبد الكريم المغيلي التلمساني نزيل توات ودفينها وشيوخ زوايا التيجانية والقادرية والرحمانية والهبرية وزاوية الهامل على سبيل المثال للحصر والولي الصالح سيدي عبد الرحمن الثعالبي. هؤلاء جميعا انتزعوا عن جدارة مرتبة القدوة التي يحتذى بها في خدمة الأمة الجزائرية والاعتزاز بالانتساب إليها، وبذلك صاروا كالنجوم بأيهم افتدينا اقتدينا اهتدينا. ولا نقلل في هذا السياق من شأن الكتاتيب والمدارس القرآنية التي كانت أقرب إلى المواطن في الأحياء والمداشر والقرى في تحفيظ القرآن والسنة واللغة.